اش اش راني عليك كنهضر زيد اش دير باباش وجابك الله بحال الحسنه كنهضر بك خليك غير تما ماشي مشكل كنهضر على هاد المشاكل وعلى هادشي اللي عشنا قلت لهم انا يسرى فلوس فلوس صحيحه ملايين عطاتهم لي باش تشوف باها في اعلى المراتب باش تفتخر بباها اييه هادشي كاين ولا ما كاين ملايين 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 ماشي 100 الف ريال ولا 60 الف ريال ولا وملايين صحاح صحاح عطاتهم لي علاش باش ندير مشروع باش نحمر الوجه تقريبا راه 50 مليون ولا شحال غتكون حيت علاش حيت كتعرف باها اب صالح ماشي شي اب اللي كيمشي للملاهي كتعرفي انا مثلا كنضيع الفلوس لا كتعرفي انا كنمشي عند شي صحاب ولا عندي شي حد كيصوني عليا يقول لي دير هذه وما ديرش الاخرى ولا ابدا نهائيا الاخ مراد الوانكم راه داير معايا باش غادي نعيط له ها هو البروفيل ديالو سي مراد السلام عليكم الله يحفظك ويجيك بارك الله فيك كيف حالك ايها الرجل الطيب الله يطول عمرك الحمد لله الحمد لله والشكر لله انت تعتبر من المناضلين اكيد بي وخصنا ننضلوا على وليداتنا تعتبر من المناضلين اكيد بي وخصنا ننضلوا على وليداتنا قلت لهم انا يسرى فلوس فلوس صحيحه ملايين عطاتهم لي باش تشوف باها في اعلى المراتب